يستقبل ميلان الليلة ضيفه كروتوني الذي يلعب في دور الدرجة الثانية في مواجهة سهلة ضمن دور 16 من كأس إيطاليا لكرة القدم. ويخوض ميلان لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على سامبدوريا بأربعة أهداف لهدف في الكالتشيو، حيث يأمل النادي اللومباردي بالإطاحة بكروتوني المغمور وبلوغ الدور ربع النهائي للعام السادس على التوالي.